تسريحته كلبيه ليفايا الكريهه صنفوا اسوا شخصيه يا ابويا هد اللعب وخذ مني كاسه شاي يعني ما لقيت في الانمي غير الاسطوره ليفاي هذا مهجد العمالقه لقطاته في مخي عالقه ما في عملاق يقرب منه الا وهو شانقه قوي هيبه يسبب ريبه صغير في السله كنت تفكيره تفكير واحد شيبه في اسوا المواقف يقدر انه يلاقي مخرج حتى لو الحاله سيئه والوضع كان محرج يا ابويا هد اللعب وخذ مني كاسه شاي يعني ما لقيت في الانمي غير الاسطوره ليفاي هذا مهجد العمالقه لقطاته في مخي عالقه ما في عملاق يقرب منه الا وهو شانقه قوي هيبه يسبب ريبه صغير في السله كنت تفكيره تفكير واحد شيبه في اسوا المواقف يقدر انه يلاقي مخرج حتى لو الحاله سيئه والوضع كان محرج طبيعي يكون قوي